رمضان رمضان بالصحه والسلامه وباليمن وبالبركات، وباش ما تمنيتو ان شاء الله، وبالاخص بالاخص بالحسنات وبغفران الذنوب. اليوم عندي لكم غوفو، غنقدم لكم دو برودوي، واحد كنت كنستعملو تقريبا منذ الطفوله، وواحد جديد يعني بغيت نقدمهم لكم ونشارككم المعلومات، وبعد ما جربتهم بيان سور نقدم لكم يعني وجهه نظري عليهم. فوالا تو سامبلوم. مي لي في قبل ما نهضر لكم على هاد لي دو برودوي، بغيت نهضر مع الناس، شي ناس غنجيكم بحال كنهضر بالالغاز، لي في اللي كيعرفوا غير لي كيعرفوا لي دياقوت، غير البنت اللي تقدم لهم لي فيديو في شان يوتيوب، غنجيكم شويه كنهضر بالالغاز باسكو اليوم بغيت نهضر مع واحد الناس كي يعرفوا التورية شخصيا، ومصبرزطينا صراحه ومصدعينا بواحد الموضوع اللي في الحقيقه اصبح من الماضي بالنسبه ليا. ما عرفتش، وانا متاكده انكم كتشوفوني لانني عارفه انكم كتسناو امتى نبان لكم في شي فيديو، وانا كنعرف هذا الشيء بيان سور بطرقي الخاصه. مرحبا، ما قلت والو، بغيتو تشوفوني مرحبا، مي تزعجوني بموضوع اللي ما خليت كيفاش صراحه. ما عرفتش كيفاش غادي نوصل لكم بانني انا ما باغا نعرف والو على هذيك السيده، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم بانني هذيك السيده ما كنعرفهاش اصلا، سالينا مع هذيك السيده، ما عرفتش كيفاش غادي نوصلها لكم صراحه. فريمون تعبتوني، عيتوني نفسيا، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم بانه راكم وصلتوا في الحقيقه لواحد الدرجه ديال الحموضيه، سمحوا لي اونتر كيمي، راكم حماضيتوا بهذا الموضوع هذا معايا انا. ما عرفتش واش متاثرين بشخصيتها هي اولا تاثرتوا بشخصيتي انا ملي مشيت عندكم. فوالا، فعيب وحشومه ان ناس بهذا النيفو بهذا الاخلاق سورتو يكونوا كخدامين في مؤسسه ديال التعليم، عيب وعار. ففغيمو انكم توصل بكم الوقاحه انكم تصيفطوا لي لي فوتو ديالها، سي فريمون لا غوت دو كي في ديبوردي لو فاز، يعني كنت غنوصلكم للمحكمه، يعني انا ديجا طالعه هابطه ديجا في المحكمه، عندي مشاكل ديجا مع مولاة الدار، ونزيد نتوما نزيدكم هم على همي، نطلع نهبط معاكم نتوما في المحاكم، كتزعجوني بموضوع اللي انا فريمون طالع لي هنا طالع لي في راسي، فريمون ما كنحملوش هذاك الموضوع، وكل ساعه كتذكروني به، كل ساعه ما عرفتش بلي نفتو انكم تصيفطوا لي الثوره وكاتبين زيدينها. شوفيها كيفاش ولات، مي كي ولات كيفاش ولات؟ باقا هي هي، ما كاينش ما بانش شي تغيير سوى انها كبرت واحد شويه. فوالا، وما درتو والو، ما درتو والو بانكم كانت عندكم يمكن شي نيه انكم تصيفطوا لي لي فوتو ديالها، ما كانت عندكم شي نيه، مي اسمحوا لي انكم راه ما قضيتو والو، بالعكس شفقت عليها صراحه، اثارت الشفقه ديالي لانها شفتها بانها ما عارفاكمش كتصوروها، هي من دامجه مع السيده كتهضر معها، وانتم معذبين راسكم، صورتوها من هنا صورتوها من هنا ملور، وجيتوا حتى القدامه وصورتوها، علاش هادشي كله باش انا توصلوا لي تصاوره؟ مي واش قلتها لكم؟ طلبتها منكم، طلبت منكم تعطيوني تصيفطوا لي لي فوتو ديالها، ما 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 ما, ما طلبتش منكم، يعني صراحة وقاحة كبيرة وسفالة وانعدام الأخلاق. صراحة خليتوني ندم صراحة أنني مشيت عندكم واحد النهار صراحة، هذه بغيت نقولها يعني صراحة، ندمت ندمت أنني ما نصحبش راسي غادي تبقى وتزعجوني إلى يومنا هذا، دابا تقريبا دوزون وانتوما يعني في إزعاجات مستمرة، في ميساجات مستمرة، لو أنكم عطيني غير لو نو الحقيقي ديالكم فريمون غادي نوصلكم للبوليس، وفريمون غادي نبقى طالعة هابطة معاكم حتى نتوما في المحاكم، ما كاينش مشكل، ما عندي ما يدار. فغتكون هذه اخر مره كنطلب منكم تحشموا وتمرقوا، نقولها كتمرقوا شويه، راكم محشومه، راكم كتقريو ولا كتخدامين ولا ما عرفتش تديروا في ديك المؤسسه ومؤسسه التعليم اون بلوس، يعني عيب عيب وحرام. ف فوالا،
بغيت كنتمنى تحشموا هذه المره والمره الجايه ما غاديش نكون غادي نهضر معكم فيديو ولا غادي نجاوبكم ولا هذا. المره غادي نتلاقى معكم في المحاكم لانه غادي البوليس غادي يعرف منين بعدا وصلوني دوك الميساجات وغادي يعرفوا البيسي اصلا اللي تخدم منه هذيك الميساجات. يعني ما تخلينيش نوصل معكم لشي بليس ولا شي حوايج اللي فريمون خايبين. فانا جاوبتكم في ميساج رجعت لكم الميساج مي بنتو اللي ما حشمتوش فعافاكم كتشوفوا فيا بياتو لان عافاكم كتقلبوا عليا بالريق الناشف وكتسناو امتى نبان لكم شي فيديو. ها فوالا هذا الفيديو على قبلكم ديديا فو. يعني كنتمنى تحشموا وتمرقوا هذه المره على عرضكم وعلى لاج ديالكم بين ناس بعقلكم ما غتكونوش صغيرين. ف فوالا فوالا دونك سمحوا لي البنات اللي كيعرفوا لي قوت هذا الميساج موجه للناس اللي كيعرفوا توريا وفريمون برزطيني دايرين ليا فريمون ضجه في دماغي على واحد الموضوع اللي فريمون كيجيب لي شغنقول لكم يعني واحد الموضوع اللي فريمون راه عار في حياتي يعني وصمت عار كيف قلت في حياتي. فوالا فوالا لي في غندوز لكم ديريكت دابا لي برودوي اللي انا غادي نطلع عليكم اليوم. فكلكم العفي كتعرفوا فيرموغال. فيرموغال كنا كنستعملوها كان كيستعملوها لينا الوالد الامهات ديالنا على قبل دوك الطفيليات ولا الحشرات اللي كيكونوا عندنا في الشعر اللي كيكونوا في الراس. فوالا فبزاف منكم اللي ما كيعرفش شنو الفوائد الاخرى ديال هاد فيرموغال. ففريمون الفوائد ديالها متعدده ماشي غير كتقضي على الحشرات والطفيليات اللي كيكونوا في الراس. فهي مفيده للشعر للاستقبال ديال الشعر فكتطول الشعر كترطبو كتكثرو يعني كتكثرو يعني كتعالج كاع كتعالج بعضهم كاع المشاكل ديال الشعر ولا ديال لابو ديال الشعر لانه فريمون كداوي الامراض ولا الاسباب اللي كتخلي شعرنا يطيح ولا يعني ميبقاش طوال ولا شي حاجه. يعني فريمون هذا كنقطعوه صدعتكم فريمون 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 كنقولها بزاف تشكاو من فريمون فريمون. فوالا دونك كنرجع لفيرموغال اللي بزاف ما كيعرفوش عليها انها فريمون كداوي وكتعالج الاسباب ديال تساقط الشعر الجلده الا كانت مريضه كداويها يعني كطول الشعر وسيرتو اللي عندها مشكل ديال شعرها ما كيطوالش. فكنصحها فيرموغال لان فيرموغال هي الطوب لهاد المساله هادي ديال تطويل الشعر. فوالا هادشي اللي ممكن نقول لكم. بغيت تشاركوا هاد المعلومه فكانوا قطعوها ورشعوها فرشعوها فريمون فرحت بزاف وفرحت بزاف في الحقيقه فاش رجعوها ورجعت كنستعملها مره اخرى. الحاجه اللي غننصحكم بها انكم ما تستعملوهاش بوحدها فضروري تخلطوها مع الماء يعني على حسب الطول ديال شعركم بيان سور غديروا القياس ديال شعركم على الطول ديالو. فوالا وتزيدوا عليه الماء وتخلطوها مع الماء ديروها من الجلده ديال شعرك راسكم حسن لاخر الشعر ديالكم. فريمون مزيانه بزاف في ورخيصه ما غاليهش شي كدير 20 درهم لا تيشوف البري اكزاكت واش كاتبين هنا وي كدير 19 درهم ميم با 20 درهم يعني 19 درهم ماشي شي حاجه صراحه وفريمون طوب صراحه فرحت فاش رجعوها. فوالا فوالا البرودوي الماجي وهي هاد ميتوزيل بزاف منكم اللي كيعرفوها كنعرفوها بانها مضاد يعني الحروق الجلديه والالتهابات وهادشي هادشي اللي كنعرفوا عليها. مي اللي ما كتعرفوش عليها انها فريمون مزيانه للبشره حتى هي مبيضه المناطق الحساسه سورتو الابط وحتى ما بين الفخذين اللي فيه يعني مبيضه ديال بصح. فانا جربتها الطبقان ديالي ديجا انا يعني ما عنديش المشكل ما بقاش عندي الحمد لله كان ما بقاش ديال السواد اللي كيكون تحت الابطين فريمون ما بقاش. وفاستعملت هذه ديجا حبست لي العرق وكتمنع رائحه العرق يعني واخا تغسليش يعني واحد دو ولا 3 جوغ هكا ما كتكونش فيك ريحه العرق نهائيا. مزيانه بزاف وكتبيض المناطق الحساسه كالابط وبين الفخذين اللي فيه مزيانه بزاف. بالنسبه للوجه فريمون كتحيد ديك النمش الاسود اللي كيكون عندنا في الوجه فاختي جرباتها فريمون طوب للوجه صراحه تتحيد داك النمش وكتصفيه شويه يعني كتصفيه مع بيان سور تكرار كتلقي ان وجهك فريمون بدا كيصفى. فهاد ميتوزيل حتى هي ماشي الثمن ديالها غالي بزاف
كدير شحال كدير الثمن؟ كدير 17 درهم فوالا، 17 درهم و20 فوالا فوالا. دونك ما غاليش لي في حتى هي مزيانه بزاف، جربوها. كاين اللي كتستعملها مع مواد اخرين بحال مثلا باش تحبس ليها الرائحه ديال العرق وما تخليهاش تعرق اصلا، يعني كتستعمل معها شويه ديال الشب، يعني شبه اللي تنقولوا لها حنا الشبه باللهجه ديالنا، مدقوقه بيان سور، كتخلطيها مع شويه ديال الميتوزيل وبيان سور كديرها كتولي بحال بوماد، وكتدهنيها على الابطين ديالك فريمون ما تتخرجش العرق نهائيا، سيرتو مزيانه في هذا الصيف هذا. فكنصحكم انكم تجربوها لي في، جربتها فريمون طوب صراحه، مزيانه بزاف. فوالا هادو هما لي دو برودوي فيرموغال وميتوزيل، فريمون شي حاجه مزيانه. كنتمنى تكون عجبكم هاد الفيديو هذا، ولي عجبكم بوس فيغ كومونتير، ومره اخرى عواشركم بروكا. بيزو بيزو، يلا بروشين.